السلام عليكم، نرجع وياكم بالجزء الأول. أنا شرحت الجزء الثاني قبل الأول لأن الأنتاميبا هيستوليتيكا أهم من البلاستوسيستس هومينس. فبهذا اللكتشر راح نشرح عن البلاستوسيستس هومينس، راح نشرح عن الـ common name of the parasite, the name of the disease, the geographical distribution, the habitat. راح نشرح المورفولوجي مالتها، راح نشرح الستيجز مالتها وكل ستيج شنو الأشكال اللي بيه. راح نشرح المود اوف انفكشن، لايف سايكل. ما راح نشرح لايف سايكل مالتها لان ما حد يعرف شنو اللايف سايكل. اكسبلين ذا انكيبيشن بيريد، همين ما راح نشرح انكيبيشن بيريد. ديسكاس ساينس سيمتومز، اوكي ذن راح نشرح كومبليكيشن اوف ذا ديزيز. اكسبلين ذا ميثودز اوف دايجنوسيس، هذا همين راح نشرحها. ديسكرايب ذا تريتمنت، راح نشرحها. اكسبلين ذا بريفنشن، هم راح نشرحها. anyway البلاستوسيستس هومينس، البلاستوسيستس هومينس اسم الديزيز مالته البلاستوسيستوسيس. الهومينس لأن يصيب الهيومنز فصار اسمه هومينس. بلاستوسيستس هذا الجينس نيم، مثل ما قلنا بالبداية الجينس نيم ينكتب أول حرف كابيتال، تمام، والحرف هنا مال الهومينس لازم يكون سمول لتر، وتكتبه لازم اكو خط جوا، لازم خط تحط جوا. بس ثواني، هذا الخط كلش رفيع، تحط خط جوا جوا كل كلمة خط. هو المفروض تكتب بشكل مائل هيجي، بس انت خط جوا. على العموم the genus resides in the intestinal tract of its host، راح يكون موجود وين؟ بالintestinal tract مال host. It is one of the most common parasites reported in humans، واحدة من أكثر الparasites الشائعة بالناس. It has a worldwide distribution and often the most commonly reported human intestinal protozoan in children, adults, and even infants. يعني حتى الرضع ما سلموا من أدهم. Anyway، هذا الحكي كله يعتبر introduction. Stages of life cycle، هذا راح نبدأ الحكي الصدق. The stages of life cycle، هذا البلاستوسيستس هومينس بيها two stages. Trophozoite. تروفوزويت مثل ما شرحنا هناك بالانتاميبا، انتاميبا مثل ما شرحنا بالانتاميبا هيستولوتيكا، انه التروفوزويت هو الموتايل، البرتقالي احلى، هو الموتايل، وهو اللي راح يسبب لك الباثوجينيسيس كلها، وراح يسبب لك اياها التروفوزويت. The motile vegetative stage multiplies by binary fission colonize the host. طبعا الvegetative form او الستيج هو الفترة او الستيج مع الباراسايت اللي يكون بيه يقدر reproduce and grow، هذي يسمونه vegetative، تمام. multiplies by binary fission، راح ينقسم عن طريق binary fission، colonize the host. جميل، هذا التروفوزويت. السيست ستيج هو النون موتايل انفكتيف ستيج. السيست ستيج مثل ما حكينا همين بالانتاميبا هيستولوتيكا، انه راح لما البيئة بتكون غير ملائمة للباراسايت راح يتحول الى سيست ستيج. فهو نون موتايل انفكتيف ستيج، هو عادة اغلب الكائنات او اغلب الباراسايتس راح اللي درسناها الانفكتيف ستيج معناتها هو سيست ستيج، يعني لما تكون سيست راح تكون انفكتيف. شنو يعني انفكتيف؟ معناها هي الفتره اللي تصيب ال شو اسمه الهوستس. ف survive in the environment due to the presence of cyst wall، هو سيست ستيج معناها راح تكون لك سيست وول اراوند ات، فحتى تقاوم الظروف البيئيه غير مناسبه. cysts cannot multiply، ما راح تقدر شو اسمه تتكاثر، فقط بالفيجيتاتيف ستيج اللي هو تروفوزايت فقط هو يقدر يتكاثر هنا بالبلاستوسيستس هومينس. هاي الصورة جايبتها من سي دي سي دكتورة، لكن اعتقد من سي دي سي على العموم مو واضحة، فجبت هاي الصورة اوضح. هسه راح نشرحها بعد ما نشوف المورفولوجي اوف بلاستوسيستس هومينس. مثل ما قلنا انه خلينا نشوف هيك، راح انا مسوي لكم ملخص هنا لكن راح اعيده. البلاستوسيست او بالش اسمه هنا، البلاستوسيست هومينس قلنا راح ينقسم الى شنو؟ راح ينقسم الى
تروفوزويت وسيست. هذين الستيجز مالته. التروفوزويت راح يتواجد بعدة أشكال، هذين الأشكال هنا خمسة. أول شكل من أن الأشكال الخمسة هو الفاكيول أو السنترال. ليش سموه سنترال؟ لأن الفاكيول راح تكون بالسنتر مال الباراسايت. هاي الفاكيولر أو السنترال راح تشوف أنه هو شكل الباراسايت بهذه الطريقة، راح فاكيول يشغل معظم حجم الباراسايت. السيتوبلازم راح يكون على شكل ريم فقط، يعني حواليا السيتوبلازم على شكل شنو؟ على شكل ريم فقط. هذه المنطقة راح يتواجد بيها السيتوبلازم، وهاي المنطقة راح تلقى بيها الأورجانيلز، راح تلقى بيها هميا السيتوبلازم، أقصد النيوكلياي اللي راح تكون بيريفرال، بيريفرال نيوكلياي. تمام، هسه راح نشوفكم صورتها والمكتوب عنها. The vacuolar form is the typical cell form of blastocystis seen in culture. راح تلقاها بالكالتشر. نغير هذا، راح تلقاها بالكالتشر. وين بالكالتشر؟ It is often used for identification of the organism. راح تقدر تستعملها حتى تتعرف على هذا الأورجانيزم. شكلها spherical. خلينا نكتب هنا شكلها شنو؟ شكلها عزيزي المشاهد spherical. تمام، بعد ايش بيها؟ spherical in shape and very greatly in size with diameters ranging between 5 micrometers and 200 micrometers. يعني كلش راح تختلف، يعني تخيل اكو صغار كلش توصل الى 5 مايكرومتر، واكو كلش كبار توصل الى 200 مايكرومتر. فشوفوا الاختلاف الكبير، الفاريشن اللي صار حجمها. اوكي، It has a large central vacuole مثل ما قلنا لكم, surrounded by a thin band of peripheral cytoplasm which contains other organelles. مثل ما سمعنا لكم اياها هنا، انه تكون الفاكيول سنترال وتشغل معظم حجم الخليه، بينما السيتوبلازم صاير مثل الرم فقط يحيط بها على شكل حلقه ويتبع الاورجانيلز والنيوكلياي. It has 1 to 4 peripheral nuclei، يعني عدد النيوكلياي مالتها 1 الى 4، هذا السايز، بينما النيوكلياي عددهم 1 الى 4 نوكلياي. تمام، هاي بالنسبة للفاكيولر. خلينا نشوف صورتها. وين هنا الصورة؟ هذا الفاكيولر فورم، شوفوا هنا النوكلياي 1 2 3، 1 2 3 4، هذا الفاكيول. تمام، وهذا السيتوبلازم صاير بيريفرال، بيريفرال سيتوبلازم اللي يكون على شكل رم، على شكل حلقة تحيط بالفاكيول. هاي الفاكيولر فورم. وهاي الصورة كلش مو واضحة. زين، الفورم اللي هو يسمونه جرانيولر، جرانيولر فورم. تمام، هذا شنو الجرانيولر فورم؟ خلينا نكتبه هنا، وين نكتبه هنا؟ ثاني واحد الجرانيولر، جرانيولر فورم. هذا شنو الجرانيولر؟ جرانيولر نفس الفاكيولر بالضبط، لكن يحتوي على جرانيولز. الفرق الوحيد ما بين الجرانيولر فورم والفاكيولر فورم هو انه يحتوي على جرانيولز. شوفوا الصورة، هذه الصورة مال الجرانيولر. شوفوا نفس الشيء مال هذا الفاكيولر نفس الجرانيولر، لكن الفرق انه هذا بي جرانيولز، حتى هما كاتبين لك اياها هنا بالجرانيولر فورمز. similar to the vacuolar form except that distinct granules are observed in the central vacuoles and or cytoplasm. حتى بالصورة موجودة، شوفوا شوفوا الجرانيولز موجودة بالفاكيول، بالفاكيول موجودة الجرانيولز، موجودة أيضا بالسيتوبلازم اثنيناتهم. يعني يا إما تلقاهن فقط بالفاكيول أو فقط بالسيتوبلازم أو اثنيناتهم سوية راح تلقاهن بالجرانيولر فورم، اللي هو يشبه بالضبط الفاكيولر اللي يكون سفيريكال. تمام، وشنو بعد؟ راح يكون السيتوبلازم على شكل ريم يحيط بالفاكيول، والفاكيول تكون سنترال إلى آخره من الأمور. هم حجمه راح يكون يختلف تماما، قد تكون 5 إلى 200 مايكرومتر السايز مالته، وهمين بي 1 إلى 4 بيريفرال نوكلياي. راح تقدر تشوفه بالفيسز وبالكالتشر، نكتب هنا.
سين إن. أول شيء نكتب؟ نكتب أول شيء أنه similar to vacular. حلو. بعد إيش بيه؟ granules in the vacuole زائدا in cytoplasm اللي هو يكون يحيط بالvacuole. زين. بعد إيش بيه؟ قلنا إنه يحتوي على 1 إلى 4 nuclei تقدر تشوفها بالكالتشر زائدا فيسز. هذين الأماكن تقدر تشوفها فيهم كالتشر زائد فيسز. يعني ال نكتب فوقها could be seen in culture and feces. هاي granular. الفاكيولر وين نشوفه؟ الفاكيولر هم نقدر نشوفه بالكالتشر وهم نشوفه بالفيكال سبيسيمان. تمام. يعني هم تكتب بال نفس الشيء نفس الشيء بالكالتشر زائد فيسز نفس الشيء. هاي بالنسبة للجرانيولر. الثالث واحد اللي هو الأميب أميبويد. أميبويد يعني شكله أميبي معناها راح يسوي عندك زيدوبوديا. زيدوبوديا اللي هي أصابع كاذبة. زيدوبوديا أصابع كاذبة حتى يبتلع إلى آخره من الأمور يتحرك. فده يقول لك no central vacuole. أوكي ما بي vacuole central. Contains one or two nuclei يعني عكس مو عكس وإنما أقل من النيوكليي الموجودة بالvacular والgranular. أنا راح تلقى 1 إلى 2 nuclei. Seeding feces and culture nephesis الvacular والgranular. تمام. No central vacuole often had extended zeudopoids اللي هو من اسمه amoeboid. فأكيد راح تلقى عنده extended zeudopoids اللي هي projections تكون. تمام. It is irregular in shape. وهذا شيء طبيعي لأن amoeboid ما بيها شيء. هذا amoeboid وينه؟ amoeboid form شوف irregular. راح تلقى 1 إلى 2 nuclei. الفاكيول ما تشوفه central لأن هو أصلا irregular in shape. فنكتب هنا شنو؟ نكتب هنا amoeboid. أول شيء irregular. ثانيا shape مالت irregular. ثانيا نشكر خزعل على قطع سلسلة أفكاري. المهم الأميبويد فون راح يكون irregular. بعد شنو بيه؟ راح يكون عنده 1 إلى 2 nuclei فقط. الفاكيول is not central. Not central. أو مو not. نقول no central vacuole. No central vacuole. بعد ايش بيه؟ can be zeudopodia. تقدر تشوفه بالفيسز زائدا الكالتشر. هذا الاميبويد. الورا المالتي فاكيولر. اسمح لي ثواني. فيسز كالتشر. اوكي كل شيء كتبنا زين. المالتي فاكيولر فورم. المالتي فاكيولر فورم معناها بي اكثر من فاكيولز لكن هذين الفاكيولز ما راح يكونن سنترال راح يكونن بيريفيرال. contains many smaller vacuoles approximately 5 to 8 micrometers in diameter but not central vacuole. شوفوا الاختلاف كان ذاك. الباراسايت كله حجمه من 5 الى 200 مايكرومتر. لا هنا انا كاتب لك فقط الفاكيول 5 الى 8 مايكرومتر. but not central vacuole يعني peripheral. one nucleus or two nuclei نفس الاميبويد has been found in it. a thick surface coat surrounded it. هذا راح يكون هذا الاختلاف مالته. انا راح تلقى عشان صار keep your S pen away. اوكي شكرا. A thick surface coat surrounded it. راح تلقى عندك coat راح يحيط منه بهذا المالتيفاكيولر تروفوزويد. المالتيفاكيولر form of the تروفوزويد. seen in feces and culture نفس ذاك. هنشوف صورته هنا المخطط وين مالتيفاكيولر ما حاطينه. anyway راح تلقى شنو راح تلقى coat surrounded. فايش نكتب هنا معناه؟ راح نكتب multi
vacuolar form. دلوقتي vacuolar form هنا صار بس الحجم أو المكان ماكو. خلينا هنا نسوي المكان مالتي vacuolar. المالتي vacuolar أول شي بي peripheral vacuoles اللي حجمهن كان جد من 5 إلى 8 micrometers. تمام، بعد ايش بيه؟ قال peripheral vacuoles اللي حجمهن من 5 إلى 8 micrometer، هذا بي 1 to 2 nuclei. هذا بي شنو بعد؟ هذا بي coat surrounded. هذا الاختلاف عن البقية خلينا نحط له فد علامة. اوكي، بعد ايش بي؟ هذا هاي زين. وطبعا seen in feces and culture نفس البقية. seen in feces and culture. feces and culture عزيزي المشاهد. بقى منه بقى بس واحد اللي هو يا هو اللي هو avacular. avacular يعني ما بي من اسمه avacular يعني ما بي vacuoles. no vacuoles. فنقرأ ايش مكتوب عنه. avacular form no vacuole your organism approximately 5 micrometer. okay without central vacuole هو ما بي اصلا vacuole. فشلون يعني without central vacuole؟ anyway ما بي لا central vacuole ولا peripheral vacuole ولا اي نوع من انواع الفاكيول. the cells contained one or two nuclei نفس ال منو نفس الاميبويد نفس المالتي فاكيولر. فالافاكيولر نفس المالتي فاكيولر نفس الاميبويد بي 1 3 النيوكليي. not surrounded by a surface coat ما بي surface coat لان قلنا surface coat هو صفة ملازمة من المالتي فاكيولر. بس يطلعني بقيات بيها لا ما كاتب لك. anyway not surrounded by surface coat in intestines or feces. هاي موجود بالintestine or feces ما كاتب لك بالculture. فهاي خلوها ببالك. خلينا نكتب هنا زين مش كاتب لك no vacuoles. اوكي اللي عنده 1 إلى 2 nuclei. تمام، حجمه تقريبا حجم الأورجانيزم تقريبا 5 micrometer size. بعد ايش بي؟ no coat. no coat no coat مثل البقية ما بين coat فقط ال multivacular بي coat. وشنو بعد؟ ها هي اعتقد يعني ماكو شي بعد. زين هسه حتى نجي على السيست. نجي على السيست. قلنا انه اكو تروفوزايت. تروفوزايت بي 5 اشكال. الفاكيولر الفاكيول تصير سنترال. الجرانيولر بي جرانيولز نفس الفاكيولر لكن بي جرانيولز. الاميبويد يكون irregular شكله مثل الاميبا يعني راح يتهم اشياء. مالتي فاكيولر اند افاكيولر اذا كلهم ثلاثتين بها 1 إلى 2 فاكيولز. تمام، اذا اثنيناتهم خلينا نغير. اذا اثنيناتهم بيهن بيهن شقد؟ بين 1 إلى 4 نوكلياي. هنا سوري اقصد نوكلياي مو فاكيولز، نوكلياي. زين المفاجأة انه السيست همين بي 1 إلى 4 نوكلياي عزيزي المشاهد. ايه اوكي كنشوف هسه السيست. نحكي عن السيست. هذه صورة السيست، سيست 1 هذه صورتها. ركزوا عليها خلوها بالكم. خلينا نروح نقرأ عنها ايش مكتوب. cyst is more recent discovery. okay it is generally smaller in size. the size مالتها اصغر مدى تلاحظون 3 إلى 10 micrometer. has a thick multi layered cyst wall. cyst wall يكون multi layered يعني مو layer واحد. هيجي راح تشوفونه. it lacks a central vacuole. ما بيها central vacuole. has a few nuclei نفس 1 إلى 4 مثل ما قلنا فوق نفس ال vacuolar, central vacuolar, trophozoite and the ثاني اللي هو كان granular.
سيستول present beneath surface coat مثل ما قلنا انه السيستول راح يكون بها اربع او مو اربع اقصد مالتي لايرد سيستول. هاي السيستول راح يكون beneath surface coat معناها اكو عندك surface coat هذا خلينا نكتب عنه surface coat ورا السيرفيس كوت راح تلقى شنو راح تلقى اربع لايرات او اكثر من لاير مالتي نيوكليتد شنو مالتي نيوكليتد سيست وول. اوكي معناها قلنا هسه شنو عند السيرفيس كوت؟ السيرفيس كوت عندك المالتي فاكيولر ترايفوزويت والسيست ستيج حين بيها سيرفيس كوت. انا سيرفيس كوت موجوده بمكانين يعني. موجوده بالسيست وبعد بالتروفوزويت يا شكل من تروفوزويت المالتي فاكيولر فاكيولر. اوكي هاي السيرفيس كوت. بنيت السيرفيس كوت عندك السيست وول اللي تكون من مالتي مالتي لايرد وين راح تلقاها بالفيسز والكالتشر مثل البقيه. فخلنا نكتب بعدك كاتبين شيء لا زين خلنا نكتب هنا شوفوا هذا هذا السيرفيس كوت سيرفيس كوت وهذني المالتي لايرد مالتي لايرد شنو مالتي لايرد شو اسمه سيست وول. تمام خلينا نكتب هنا اوكي 1 إلى 4 نيوكلياي عندك شنو عندك كوت surface coat surface coat وخليها بالأخضر نفس هنا نفس هذا خلينا بس نكتب surface coat لنشوف كود سرعة surface coat هذا بي multi layered cyst wall بعد ايش بيه هذا اعتقد ها كان حجمه من 3 إلى 8 ميكرومتر. تمام هذا بالنسبة للسيست ستيج مال ال شو اسمه بلاستوسيستس هومينس. اوكي طبعا هم كاتبين لايف سايكل اوف بلاستوسيستس هومينس لكن هو بالحقيقة حسب ما قرأت ما كان معروف اللايف سايكل مالته. تمام حتى مو واضح كلش infectious نشوف حتى نكتب هنا infectious stage حسب ال CDC not confirmed يعني يعرفون حتى شنو infectious stage هم حاطين صورة لها شنو تقول لها شنو هاي تروفوزايت أنا من تروفوزايت هاي الفاكيولر تروفوزايت. اوكي وهاي assist هاي assist خلينا نكتب هذا هاي سيست وهذا فاكيولر فورم اوف تروفوزويت. اوكي لكن هم كاتبينه نوت كونفيرمد يعني بعدهم ما متاكدين منه. الترانسميشن فيكال اورال سيست اند فاكيولر فورمز شد ان فيسز راح تلقى بالفيسز سيست اند فاكيولر فورم يعني اكثر شيء فاكيولر فورم لكن اكيد راح تلقى باقي الاشياء بالفاكيولر فورم. Transmission of blastocystis hominis ثلاث أشكال من الترانسميشن ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أول واحد الفيكال أورال روت ثاني واحد الواتر بون ثالث واحد الفود بون. فيكال أورال روت ترانسميشن is the most accepted pathway of transmission أكثر طريقة يعني أكثر طريقة موافقين على مو موافقين وإنما متفقين عليها العلماء هي الفيكال أورال. واتر بون contaminated water والfood borne raw foods فأعزائي المشاهدين لا تأكلون لا تشربون water يكون contaminated ولا تأكلون food يكون ني طبخوه. disease causing mechanisms هسه نجي على هذا يشبه ال pathogenesis عندك ثلاث أشكال من ال mechanisms اللي راح يسببها هذا ال parasite. أول شيء ال barrier disruption ثاني شيء ال immune modulation ثالث شيء ال proteases secretion. فعندنا ثلاث أنواع ميكانيزمز واحد اثنين ثلاثة شنو ذني ثلاث أنواع barrier disruption
ثاني واحد الإميون مجد، ثالث واحد ال شنو؟ أها صحيح، ثالث واحد البروتياز، الإنزيم هذا البروتياز يحطم لك ال IgA secretion. أوكي زين، أول واحدة البارير ديسربشن. البارير ديسربشن شنو يقصد بيه؟ يقصد بيه أنه أكو أكتين فيلامنتس، أكتين فيلامنتس تربط لك الإبيثيريال سيلز مع بعضهن، هاي الإبيثيريال سيل، الإبيثيريال سيل بالإنتستين، الإبيثيريال سيلز راح ينربطن مع بعضهن عن طريق تايت جانكشن، هذا شو اسمه، هذا التايت جانكشن ستابلايزد، يعني راح يثبت عن طريق الأكتين فيلامنتس. أوكي فهذا راح يسوي ري أرينجمنت للأكتين فيلامنتس، لما يسوي ري أرينجمنت راح يضعف هذا البارير، من يضعف البارير راح يصير عندك تزيد البيرميابيليتي، فلما راح تزيد البيرميابيليتي راح تطلع الكونتنت مال الانتستين للومن، فبالتالي راح يزيد عندك الدياريا. فهذا يقول لك بلاستوسيستس has the ability to alter the arrangement of F actin، اكو نوع من الاكتين F actin، اوكي in intestinal epithelial cells، في epithelial cells مال intestines. Actin filaments are important in stabilizing tight junctions. اوكي هو يسوي ستابلايزنج للتايت جنكشنز. زين اذا كان ماكو اكتين فيلمنت او اذا صار بي ري ارينجمنت ايش راح يصير؟ راح التايت جنكشنز ما راح يصير ستابلايزد، فمن ما راح يصير ستابلايزد راح تزيد البيرميبلتي، ف يعني تزيد الدايريا. Then turn stabilize the barrier. Barrier هو الحاجز. Which is a layer of cells between the intestinal epithelial cells and intestinal contents. هذا راح يمنع ال intestinal contents من الخروج عن طريق ال intestinal epithelial cells، فبالتالي للومن. فلما يجي البارير راح يدمر هذا البارير، او مو يدمره، يسوي بيه alteration، راح يغير من تركيبه، من راح يغير من تركيبه راح تطلع ال intestinal contents into the lumen، فبالتالي راح يصير شيء مو زين. The parasite causes the actin filaments to rearrange and lose barrier function. راح barrier function بعد خلاص ينتهي. This has been suggested، يعني مو متأكدين منه وإنما مقترح، أو يعني أكثر شيء، يعني أكثر احتمال ممكن يكون سبب هذا الدياريا. This has been suggested to contribute in diarrheal symptoms sometimes observed in blastocystis patients. فمثل ما شرحنا لكم. Immune modulation. Immune modulation إنه البلاستوسيست راح تسبب لك روماتويد ارثرايتس. شلون راح تسبب لك روماتويد ارثرايتس؟ اذا راح يسبب، راح شو اسمه، راح يخلون السيلز بالكولون، راح يخلون السيلز بالكولون انه ينتجن السيتوكاينز او الانترلوكينز، انترلوكين 8، فالسيتوكاينز والانترلوكين 8 راح يسوون اوتو اميون اللي هو روماتويد ارثرايتس. فبلاستوسيستس has been shown to provoke cells from the human colon بالكولون to produce inflammatory cytokines interleukin 8 which it plays a role in rheumatoid arthritis. فراح يسوون لك rheumatoid arthritis عزيزي المشاهد. ليش؟ راح يسوون لك immune modulation عن طريق صناعة ثني الشيين cytokines interleukin 8 وهذه بالimmunology راجعوا. اوكي انا كاتب immunity هنا، كان نسوي immune. اوكي هنا كاتب أربعة، هنا يقصد ثلاثة. البروتياز سكريشن، البروتياز سكريشن أنه راح يصنع لك فد إنزيم اسمه بروتياز. هذا البروتياز راح يروح إلى الـ IgA. الـ IgA شغلة طبيعية شنو؟ الـ IgA، الـ IgA شغلة طبيعية أنه يهاجم المايكرو أورجانيزمز ويدمرهم، مايكرو أو الفورين، فورين باديز نقول، الفورين باديز ويدمرهم، فورين بوديز والتوكسنز اللي يصنعهم، فورين بوديز مو يصنع توكسنز، فهذا راح يسوي نيوتراليزيشن للتوكسنز، يعني يدمر التوكسنز. اوكي يعني هيك راح يسوي ال اي جي اي. زين اجا بروتيز، البروتيز ايش راح يسوي؟ راح يحطم لك ال اي جي اي، فراح يذني الاشياء الثانية اللي هن شنو؟ اللي هن الفورين بوديز والتوكسنز، راح يرجعن ويحطم من هذا الاكس ويسبب المرض. فالشيء الأساسي اللي يسويه البروتيز هو يحطم الـ IgA. Blastocystis secretes a protease that breaks up antibodies produced and secreted into the gastrointestinal tract lumen.
These antibodies, known as immunoglobulin A, IgA, make up the immune defense system of a human by preventing the growth of harmful microorganisms in the body and by neutralizing toxins secreted by these organisms within my hygiene fold. By fracturing antibodies, it allows the persistence of blastocystis in the human gut. Okay. راح يبقى البلاستوسيستس في الهيومن جات ليش يعني اكو بروتيزز اللي راح يعطون لك الاي جي اي وحكيت هواي عن هذا الموضوع. ساينز اند سيمبتومز، شوفوا السيمبتومز هنا اي شيء له علاقه بالجي اي تي تراكت ذكروا هنا ما حد راح يعتب عليكم لين نشوف كم سيمبتوم. The most usual complaints of blastocystosis patients are intense of abdominal discomfort accompanied by pain. وجع بالبطن ويعني راح يصير عنده انزعاج بمنطقة البطن. دياريا or constipation، إما أنه يصير عنده إسهال أو إمساك إمساك اسمه anyway is common. Discomfort عدم راحة. Anorexia فقدان شهية. Bloating انتفاخ بطن. Cramps تشنجات. Vomiting تقيؤ. Dehydration بسبب الإسهال، هذا مو راح يصير عنده إسهال فراح يسبب له dehydration يعني جفاف. Nausea أو nausea. Weight loss. Inability to work. Lassitude راح يشعر بالتعب أو الكسل. Dizziness. دوخة. Chronic urticaria، شنو يعني chronic urticaria؟ هذه معناها فد يصير allergy بالسكن. Okay. Also researchers found a correlation between the presence of vomitus and lower arthropometric indexes in children. يعني هذا المعنى كملخص انه راح يسوي مشكلة بالgrowth من children، يعني راح المريض او الاهل اهل الchildren الchild لما يكبر راح يشوفون الgrowth مالته النمو مالته مو طبيعي مقارنة باقرانه بالسن من الchildren. اوكي فراح يفكرون انه هاي ممكن تكون مشكله، فراح يروحون للطبيب. الطبيب الحاذق الذكي راح يكتشف انه هذا مصاب بلاستوسيستوسيس هومينس. اوكي which means this parasite affects، لازم هنا affects the growth affects the growth of the children. اوكي okay. It has been found that this parasite plays an important role in the etiology of irritable bowel syndrome. هم يعني irritable bowel syndrome أحد الأمراض الموجودة بالإشاعة بالأبدومين، هذا قد يكون سببها هذا الباراسايت. Okay. Diagnosis methods. هسه diagnosis methods هذين كلهن طرق حتى تشخص هذا الباراسايت. اول واحد دايركت مايكروسكوبي مباشره، تاخذ الستول فريش ستول كون تاخذ خليه جوا الميكروسكوب راح تلقى شنو، راح تلقى البلاستوسيستوسيس هومينس يا اشكال مات يا فورمز ذكرهم الفورمز الموجوده بالبلاستوس بالفيسز اكثر شيء. سيروم انتي بودي تيستينج معناها هذا شو اسمه سيرولوجيكال تيست. Use the blood samples راح تأخذ the blood حتى تشوف the immune reaction to chemicals present. يعني تأخذ the blood samples. Okay. فراح تخلي بال blood samples chemical موجودة بالblastocystis cell. راح تشوف إذا أكو reaction معناها أكو عند مصاب بهذا المرض، إذا ما أكو reaction معناها ما مصاب أو تشوف مصاب ثاني. Fecal antibody testing يعني تأخذ the antibody كان هسه من هنا من السيروم. هسه لا من الفيكل، من الفيكل تاخذ الفيكل وتسوي تفحص الانتيبادي. Patients could be distinguished with a fecal antibody test. Wow. In patients with symptoms, IgA antibodies to blastocystis detected in fecal specimen but not present in the healthy control group. هو اكيد موجود بالهيلثي يعني. المهم يقول لك انه انت راح تلقى عند IgA بالفيسز. اوكي فهذا يعني ممكن انه يكون مصاب البلاستوسيستس هومينس but not present in the healthy control group. أكيد يعني إذا هو healthy شلون راح تلقى IgA. على العموم fecal culture راح تسوي culture. Culturing has been shown to be a more reliable method of identifying infection. يعني راح يكون موثوق أكثر هو fecal culture. Fecal culture موثوق أكثر من الثلاثة السابقات. Immunofluorescence stain راح تصبغ بالimmunofluorescence is a powerful technique that
utilizes fluorescent labeled antibodies to detect specific target antigens. راح تكشف عن الانتيجينز عن طريق هذه الصبغة اللي هي يسموها immunofluorescence. Genetic analysis of isolates molecular methods. راح انت تدور على الجينيتيك اناليسيس، راح تشخصه عن طريق الجينيتكس. Researchers have used techniques which allow the DNA of blastocystis to be isolated from fecal specimen. اوكي، يعني انه راح يستخرجون الدي ان اي مباشرة حتى يفحصون هل هو مصاب بلاستوسيستس هومينس ام لا. This method has been reported to be more reliable، يعني هاي اكثر وحدة موثوقة على مود تكشف عن البلاستوسيستس in symptomatic patients than stool culture. يعني احنا قلنا اكثر وحدة موثوقة مني كانت الفيكال كالتشر، لكن الجينيتيك اناليسيز اكثر يعني موثوقة اكثر من حتى الفيكال كالتشر. اوكي، لما يجي عندك مريض في سيمبتومز وتشك بوجود عنده الباراسيتيك انفكشن وذ بلاستوسيست هومينس، راح تقول انه روح سوي لي جينيتيك اناليسيز اوف ايزوليتس، هذا راح يكون اكثر وثوقا وراح ياخذ وقت اقل همين، لكن اكيد راح يكون اغلى. تريتمنت راح انت تنطيه ايدوكوينول وميترونيدازول، يعني انتي باراسيتيك treatments are commonly recommended as a drug of choice for treatment of البلاستوسيستس هومينس. يعني اول تريتمنت تفكر بيه ورا ما تشخصه وتكمل هو البلاست الايدوكوينول اند ميترون نيدازول. دوكسيسايكلين اند نيتا زوكزانايد الميتين. الميتين is more effective than ميترونيدازول. راح انت اول شي تفكر به هو الميتين قبل الميترونيدازول. بعد ليش حاطين الميترونيدازول قبل؟ ما اعرف انا. المهم ساكارومايسيز بولاردي it is a probiotic live microorganisms in the foods or supplements when applied in adequate amounts provide health benefits to the host. اوكي، هاي فتشي هاي ومايكرو اورجانيزم موجود بالاكل، هذا راح ينطيك بنفيت. واو جميل. ايبيديميولوجي، هسه نجي على الايبيديميولوجي، وين اكثر شيء اكثر ناس ينصابون بالبلاستوسيستس هومينس. اكثر ناس ينصابون بها بالتروبيكال، بالمناطق الاستوائيه والسب تروبيكال اند ديفلوبينج كانتريز. ديفلوبينج كانتريز مثل بلدنا العزيز العراق، يسموه ديفلوبينج كانتريز، قبل كانوا يسمونه بلدان العالم الثالث. ف 76% من الانفكشنز موجوده بين المناطق. And those in developed countries، فقط 5% developed countries هي البلدان المتطوره مثل اوروبا وامريكا والى اخره. مو كل اوروبا، فقط اوروبا الغربيه. immigrants المهاجرين refugees and adopted children from developing countries، يعني احنا appear to have higher incidences of blastocystosis than to adults. اوكي، يعني المهاجرين اكيد اللي جايين من ثاني البلدان اللي هي tropical or subtropical developing countries هم راح يكونون معرض، يعني راح يكونون ممكن يكونون مصابين بهذا المرض اكثر من السكان الاصليين الموجودين هناك. السكان الاصليين اقصد اللي هم ساكنين هناك طول حياتهم. The occurrence of infections has been related to weather conditions، ممكن انه الوذر الجو والطقس هم راح يكون سبب من أسباب parasitic infection with the suggestion that infections are more common during hot weather، يعني بالجو الحار يكونون more common. ليش؟ ما أعرف. The prevention هاي حتى يعني مفروض ما نحكيها. Good hand hygiene especially after using toilet and before handling food. عزيزي المشاهد، avoid water or food that may be contaminated. لا تأكل ولا تشرب ماء قد يكون contaminated. When traveling in countries where the water supply may be unsafe، اللي هن مثل العراق، لما تسافر إلى بلدك العراق حاول أنه avoid drinking unboiled tap water، حاول أنه الماء اللي تشربه من الحنفية أول شيء تسوي له boiling، لازم أول شيء boiling، نسيت شنو boiling، أعرف boiling شنو لكن نسيت بالعربي شو اسمه.
تفوره تفوره، لازم تفور المي. Avoid uncooked foods washed with unboiled tap water. لازم الفودز اللي تاكله أول شيء تغسله بمي يكون boiled حتى تاكله. Pasteurized fruit drinks and steaming hot coffee and tea are safe to drink. اشرب كوفي وتي براحتك عزيزي المشاهد لأن هذني أصلا boiled. انت من بيت التي شرحناه بالجزء الثاني، وشكرا على متابعتكم وحرصكم ومشاهدتكم للفيديو. إن شاء الله استمتعتوا يانا، ونلقاكم في محاضرات أخرى. كان معكم حسين عبد الله. أيوة شكرا.